حسنا، نحن الآن في المسألة 44، وهي: ما هي صورة تحليل عوامل 3A تربيع ناقص 24AB زائد 48B تربيع؟ وإذا كانت A و B التي وضعت بدلا من X تربككم، فأنا أفضل أن أفكر بهذه الحالة أنها تبدو كX تربيع. إذا أنا أفضل التفكير بها بدلالة X تربيع ناقص عدد ما ضرب X زائد عدد آخر. لذا تذكروا ذلك الأمر. إذا كان هذا يزعجكم فلا تقلقوا، لكن أول شيء أفضل أن نفعله هو أن نحاول التخلص من معاملة عبارة A تربيع في هذه الحالة. دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نحلل عدد ما إلى عوامله. كل هذا يقبل القسمة على 3، 3 تقبل القسمة على 3، 24 تقبل القسمة على 3، و 48 تقبل القسمة على 3. إذن يجب أن نخرج 3 كعامل مشترك. هذا يساوي 3 A تربيع ناقص 8 AB، ويوجد 24 تقسيم 3 يساوي 8 ناقص أمامها زائد 48 تقسيم 3. ويمكن القيام بالعملية ذهنيا، 48 تقسيم 3 يساوي 16 ب تربيع. الآن لكي نحللها إلى عواملها علينا أن نفكر بها وكأنه يوجد لدينا عددين. حسنا، نفكر بها. دعوني أعيد كتابتها. إذا اعتبرنا أن A كمتغير مستقل، لا توجب عليك أن تفعل ذلك، لكنني أردتكم أن تتصوروها بشكل صحيح. 3 ضرب A تربيع ناقص 8 BA زائد 16 B تربيع. إذا اعتبرنا أن A تربيع كمتغير مستقل أو عبارة X، إذن هذه أخذت شكل متعددات الحدود التي أتمنى أنكم تستخدمونها في تحليل العوامل. علينا أن نفكر فقط. حسنا، هل يوجد عددان يمكن أن نجمعهما لكي نحصل على 8 B؟ وعندما أضربهما أحصل على 16 B تربيع. أولا، سيكون العدد بكل وضوح بدلالة B، لأنه إذا جمعتهم وحصلت على B وأحصل على مجموعة من B، وإذا قمت بتربيعهم أحصل على B تربيع. وأعتقد أيضا أن ربما سيكون نفس العدد وأستخدمه مرتين، وإلا سيكون من الغريب هنا أن أحصل على مربع. إن العدد الذي يجب أن أعرفه، ستقول حسنا، إن العددان اللذان إذا جمعتهما سأحصل على سالب 8، وعندما أقوم بتربيعهما سأحصل على 16. سالب 4 أليس كذلك؟ سالب 4 زائد سالب 4 يساوي سالب 8، أو سالب 4 تربيع يساوي 16. إذن العدد الذي نتحدث عنه هو سالب 4 بي، أليس كذلك؟ سالب 4 بي، بي تلك بي زائد سالب 4 ب تساوي سالب 8 ب، وسالب 4 ب تربيع يساوي 16 ب تربيع. يمكننا أن نستخرج 3 كعامل مشترك. دعوني أبدل الألوان. 3 ضرب، لقد قلنا سالب 4 بي، عندما نقوم بجمعه مع نفسه نحصل على سالب 8 بي. إذن هو A ناقص 4 بي ضرب A ناقص 4 بي، وهذا هو الخيار C. المسألة التالية 40. هل قفزت عن 45؟ أجل، دعوني أنسخ وألصق المسألة 45 هنا. لقد قفزت عن عدة مسائل. 45. أنسخها وألصقها. حسنا، ربما سأقوم بحلها فوق هذه.
دعوني أرى إذا كان بإمكاني أن أمحو هذا. انظروا إلى ذلك، هذا جيد. يمكنني الآن أن ألصق 45، ونحن الآن جاهزون للبدء. ما هو تحليل إكس تربيع ناقص 11 إكس زائد 24؟ يوجد طريقتان للقيام بهذا، يمكنك أن تحللها إلى عواملها. حسنا، تلك هي الطريقة الأبسط، أو يمكنك أن تجرب الصفر، لكننا سنحللها إلى عواملها. فإذا أردنا أن نقول حسنا دعوني إكس تربيع ناقص 11 إكس زائد 24 كما في المسألة الأخيرة، عليك أن تقول ما هما العددان اللذان عندما أجمعهما سأحصل على سالب 11، وعندما أضربهما أحصل على موجب 24. لذا أولا، إذا كنت أضرب موجب 24 فسيكون كلاهما سالبان. بما أن هذا عدد سالب فإنه يمكن أن يكون لكلاهما عدد سالب، لذا سوف نتعامل مع عددان سالبان. إذن ما هما العددان السالبان اللذان عندما أجمعهما سأحصل على سالب 11، وعندما أضربهما أحصل على 24؟ وأتمنى أنكم عرفتم أنهما 8 و3، لأن سالب 8 زائد سالب 3 يساوي سالب 11، هذا هو. وسالب 8 ضرب سالب 3 يساوي موجب 24. إذن يمكننا أن نحللها إلى عواملها كالتالي: x ناقص 8 ضرب x ناقص 3. وإذا نظرتم إلى الخيارات فإنها تحتوي على x ناقص 3، وبالطبع لن ترتبكوا. إذا طلب منا أن نحلل هذه المعادلة، صحيح؟ إذن مجرد عبارة، تصبح الآن معادلة إذا وضعنا الإشارة مساواة. بالتالي ستكون لدينا هذه المعادلة تساوي صفر، ثم يمكننا أن نقول أن جذور هذه المعادلة هي التي تجعلها صحيحة، ثم أن الحلول لن تكون سالب 8 وسالب 3، بل إن الحلول هي ما تجعل هذا تساوي صفر. إذن x تساوي 8 ستجعلها تساوي صفر، أو x تساوي 3 ستجعلها تساوي 0. على أي حال، إنني أخرج عن الموضوع الأساسي، لكن أعتقد أن هذا يزعج الأشخاص أحيانا. حسنا، 46، أي من الخيارات التالية توضح المعادلة 9 تي تربيع زائد 12 تي زائد 4 محللة إلى عواملها تماما؟ حسنا، الآن هذه مسألة مثيرة للاهتمام، لأنه بشكل مباشر عندما أنظر إلى الأعداد فإنه لا يوجد عدد واحد يمكنه أن يكون عاملا مشتركا لكل شيء. 9 و12 و4، هذه الأعداد ليس لديها عوامل مشتركة، لا يمكن القيام بالتبسيط. سوف نفعل ذلك بقليل من التعقيد، لكن أفضل طريقة للتفكير بالأمر هي مهما كان معامل تي تربيع فإن هذا ربما يعد هذه العبارة جميعها. إذا هذه العبارة جميعها، إذا كنا نسعى لتحليلها إلى معادلتان ثنائية الحدود أو إلى ذي الحدين، هذا هو الذهاب إلى الفصل الدراسي الأول، لأن مربع معادلة ثنائية الحدود، فسوف نتعامل مع شيء مثل 3 تي. أخذ الجذر التربيعي لتسعة تي تربيع 3 تي زائد عدد ما، لنفترض أنه زائد A، ضرب 3 تي زائد بي. والآن بإمكاننا أن نضرب هذه ونرى ما سيحدث. حسنا، أولا لقد أعطي لنا خيارات متعددة، فيمكننا أن نضرب هذه ونرى ما سيحدث، لكن دعونا نتظاهر وكأنه لم يعطى لنا هذه، وكان علينا أن نقوم بحلها بتحليلها إلى عواملها. دعونا نفعل ذلك. إذا ضربنا هذا لدينا 3 تي ضرب 3 تي تساوي 9 تي تربيع، ثم أن 3 تي ضرب بي تساوي 3 بي تي، أليس كذلك؟ زائد 3 اي تي زائد اي بي،
ثلاثة a t زائد a b، وبهذا يبسط إلى تسعة t تربيع زائد، الآن ماذا تضيف؟ دعونا نرى، نقول ثلاثة ضرب a زائد b t، وهذا يكون ثلاثة ضرب a زائد b t. لقد أضفت هاتان العبارتان واستخرجت العامل t وثلاثة زائد b. حسناً، الآن يمكن القيام بالقليل من مطابقة النمط، أليس كذلك؟ يمكن أن نقول أن a زائد b ضرب 3 تساوي 12، إذن كم يساوي a زائد b؟ a زائد b يساوي 12، هذا المعامل كله يساوي 12، a زائد b يجب أن يساوي 4، أليس كذلك؟ لأن 4 ضرب 3 يساوي 12، a زائد b يساوي 4، لدينا a ضرب b أيضا يساوي 4. العدد الوحيد الذي يمكنني أن أفكر به عندما أجمعهم هو 4، وعندما أضربهم أحصل على 4 و2 و2، كلاهما هو 2. إذا أردت أن أستخرجه كعامل سأحصل على 3 t زائد 2 تربيع، لأن كل هذا، إذن هذا هو الخيار A. إن الطريقة الأسرع للقيام بهذا هي أن نضرب هذا ونقول أنه نفس الشيء. على أي حال ننتقل إلى المسألة التالية، ما هو تحليل الكامل لاثنان وثلاثون ناقص ثمانية زي لكل تربيع؟ دعونا نفكر في هذا قليلا. الشيء الأول الذي أفضل القيام به مرة أخرى هو أن أحاول استخراج أي أعداد تعتبر عوامل مشتركة لجميع العبارات، لذا دعونا نقول اثنان وثلاثون ناقص ثمانية زي لكل تربيع، كلاهما يقبلان القسمة على 8، أليس كذلك؟ لذا دعونا نستخرج 8، وفي الواقع دعونا نستخرج سالب 8، وسوف أوضح لكم لما فعلت ذلك، لأنني أفضل وضع زي تربيع، أفضل أن يكون ذلك سالبا. دعونا نستخرج سالب 8، وبذلك نحصل على سالب 8، ولا يتوجب عليك القيام بذلك، يمكنك أن تستخرج 8 فقط. كم ناتج 32 تقسيم من سالب 8؟ إنه سالب 4، هو سالب 8 زي تربيع تقسيم سالب 8 يساوي موجب زي تربيع، ويمكننا أن نعيد ترتيبها، إذا تصبح سالب 8 ضرب زي تربيع ناقص 4. والآن سوف أقوم بمراجعة هذا لأنه ضمن مادة امتحان الجبر الواحد، وربما أنه ليس واضحا لكم، لكن بشكل عام إذا رأيتم شيء كهذا a زائد b ضرب a ناقص b، ربما أن هذا تمرين جيد لكم كي تقوموا بالضرب، لكن هذا يساوي a تربيع ناقص b تربيع، لأن العبارات الوسطى يتم حذفها، وذلك تمرين جيد لكم، إنه يتضمن نفس الخاصية، وهذا يساوي a تربيع ناقص b تربيع، هذا مربع كامل، إذن هذا يمكن أن يحلل إلى سالب 8 ضرب سالب 8 ضرب، هذا يساوي a تربيع ناقص b تربيع. إذا كان يمكننا أن نقول أن A هي Z و B تساوي 2، لأنه لاحقا عندما يكون لدينا Z تربيع ناقص 2 تربيع أي 4، إذا كان A و Z إذن هي Z زائد 2 ضرب Z ناقص 2. وربما أن هذا الشيء الأكثر شيوعا والذي ستراه في العديد من الأمثلة تحليل العوامل، سوف ترون أن لديه هذا النمط A تربيع ناقص B تربيع،
يجب أن تكون قادرا على إثباتها كذلك، فإن هذا يعادل A زائد B ضرب A ناقص B، أو في هذه الحالة Z زائد 2 ضرب Z ناقص 2، وذلك Z ناقص 2. هذا مثير للاهتمام. لا أرى ما كتبناه. لدي سالب 8 ونريد Z زائد 2 و Z ناقص 2، لكن هذا الخيار غير موجود. لكن ما هو موجود؟ دعوني أعيد كتابتها. لا يوجد أي خيار كهذا. المطلوب أن تضرب الإشارة سالبة بواحدة من هذه العبارات الأخرى. ما يمكننا أن نفعله هو أنه يمكننا أن نضرب الإشارة السالبة والضرب. عملية الضرب لا يهم الترتيب الذي تتبعه، لذا يمكننا أن نعيد كتابتها لتصبح 8 ضرب Z زائد 2 ضرب سالب 1 ضرب Z ناقص 2، ومن ثم تصبح 8 Z زائد 2. هذا ليس ناقص 1 بل هو ضرب سالب 1 ضرب ماذا؟ ناقص Z زائد 2. وأعتقد الآن أن الخيار موجودا. أجل، يمكننا أن نعيد كتابتها لتصبح 8 ضرب 2 زائد Z، إنني أعيد ترتيبها، ضرب 2 ناقص Z، وهذا هو الخيار B. ومن خلال الخيارات المعطى لنا، فإنه ربما من الأسرع أن تستخرج سالب 8 من البداية وليس موجب 8، ومباشرة سوف تحصل على 2 زائد Z ضرب 2 زائد Z. على أي حال سوف أراكم في العرض التالي.